حاجة حرية عايزة أقولها لك، هو ليه أنتي مش متواجدة في كل مناسبات الفنانين؟ يعني في كل الإيفنتات، لو الإيفنتس مش موجودة مثلا في فرح عزا مثلا، ما بنشوفش. ما بتعزمش. طب والعزا الواجب؟ ما أعرفهمش. أروح عشان أتصور؟ ده بعد الابتلاء ولا قبل الابتلاء بيحصل معاكي؟ لا، من أول خالص. من أول أنتي يعني من الأول. هي الوحيدة اللي بتكلمني كل سنة وبتعزمني على عيد ميلادها، الفنانة الجميلة إلهام شاهين. تحياتي ليها والله، تحياتنا كلها ليها. طبعا هي الوحيدة. عايز أقول لك، بعد ما رجعت من أمريكا والمشكلة اللي حصلت لي، اللي بيكلموني ودوروا على رقمي وبيكلموني كل يوم نازك الصلاح دار، طبعا مدام صفية العمري، مدام مرفت تحية ليها برضو. طبعا تحية ليها جميلة. يعني كل يوم بتكلمني تسألها عليا وأخبارك إيه وحاسة بإيه وتاكلي ولا لأ، ومدام مرفت أمين، ومدام نبيلة عبيد، ومدام لطيفة من دبي. يعني كمية اللي هو انتوا بجد بتكلموني، انتوا بجد دورتوا على، انتوا بتكلموني. انا كده اتكلمت على كل الكبارات الهوانم. تحية لكل الهوانم طبعا بتتفرج علينا من الزمن الجميل ولسه موجودين معانا.